حراير تونس حراير تونس دونك انا باش نحكي عليها مش انت سناديز من بكري وانت تحكي لك 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 خلينا نحكي تفضل دونك نحكيو على حراير تونس نحكيو على هابي فرايداي هما العباد يعرفوا البلاك فرايداي احنا عندنا كان هابي فرايداي معناش البلاك يزينا من الاكحل والاسود وذاك الكل الفرحه التشاؤم لا الفرحه عمر شيء وايت 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 يس الهابي فرايداي دونك في هابينس فما دي بروموسيون نحكيو مثلا نقولوا تشري ب 100 دينار في هابينس تربح 500 دينار كاش زيد فلوس 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 دونك كيفاش تسمع عمر شيء اولا مش نحكي لكم 700 خير تقول لهم تقول بلال يرد 700 سالوا برشا على بلال اقترح عليهم بعد يرد 700 كم دونك فوالا باش نحكيو على الكونسيبت هابي فرايداي نحن كل يوم وكل جمعه في هابينس عندنا دي برومو ودي برومو يوصلوا حتى طلع القداش 700 دينار لي دي برومو يوصلوا بالبورسنتاج بورسنتاج ولا حتى هذه 25% يا ربي حاجه تشبه لك حاجه نتاعك من بكري وش تقول فيها 70% صحيح اوه لا لا مش نورمال لا لا حلقه مسكونه مسكونه بسبع دونك هابي فرايداي نحن كل يوم وكل جمعه عندنا دي بروموسيون يوصلوا حتى 70% دونك كل يوم وكل جمعه فما ربح في هابينس اضرب الميكرو كسر الميكرو سامحني تلما فرحانه انا مش انت هابينس نزيدكم حاجة أخرى تدخل على الباج هابينس تونيزي في الانستغرام وإلا في الفيسبوك باش تلقى دي جو كونكور يخليوك تربح دي لو دو ميك اب يخلطوا حتى ل 800 دينار ويخلطوا حتى ال 1000 دينار مليون يس يوصلوا مليون ويوصلوا حتى ل 800 مع هابينس زيد تنجم تربح مازال مازال ديما الربح راهو مع هابينس ديما رابحين مع هابينس وديما هكا مفوحين وامورنا واضحه هذاك علاش باش تربح بارفان وباش تربح فياج بكري نحكيو على الفياج اوه اسطنبول في الاوف في الاوف سير شي سالي قال لك وين تحب تسافر وين تبلوكيت والله لي بعد قلت بورتوفينو بعد قلت له اسطنبول اما ما قلتليش مطماطه ولا تجروينا خاطر عندنا سالكوتوسي سالكوتوسي برافو عمر شيت مالا انا حاب نمشي لتوزر برافو عمر شيت اسمع توا وقتها هزوني لتوزر انا نموت على على